جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما هي السنة في تعزية أهل الميت؟ كما ذكرنا طيب، السنة في تعزية أهل الميت أنهم إذا لقي المصاب يقول أحسن الله عزاءك وجبر، يعني يسلم عليه أولا، ثم يقول جبر الله مصيبتك وأحسن الله عزاءك وغفر لميتك إن كان ميته من المسلمين، فيقول غفر الله لميتك. وأيضا من العزاء المشروع تقديم الطعام لأهل الميت إذا احتاجوا إلى ذلك، إذا كانوا يحتاجون إلى أن يقدم لهم طعام فإن جيرانهم أو أقاربهم أو أي واحد من المسلمين يصنع طعام بقدر حاجتهم ويقدمه إليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.